بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهدى أنهم يتعبدون بإجمار الصالحين بدعاء الله وعبادته، يريدون شفاعته من الله بظنهم أن الله يملك ذلك وأن الصالحين يملكونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أهل الكتاب، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع رسله، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالق، وأخبر أن من فعل من أحسنه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المسألة الأولى من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية دعاء الصالحين وعبادتهم من دون الله. فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في عباداتهم، لأنهم تركوا الدين الصحيح الذي جاءت به الأنبياء، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن ترك الدين الصحيح فإنه يبتلى بالأديان الباطلة، لأن الناس إذا لم يخضعوا لدين واحد فإنهم يتفرقون في دينهم، كل فرقة لا ترضى بدين الفرقة الأخرى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، والباطل ليس له نهاية، لأن شياطين الإنس والجن يبتكرون أشياء يحسنونها للناس لأغراض يريدونها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه المشرك الذي يترك دين التوحيد بأنه يقع في مخاطر ومهالك، كالذي يسقط من العلو المرتفع، فهو إما أن تحمله الريح وتبعده في مكان سحيق، وإما أنه يتعرض للعوادي التي تمزق جسمه من الطير والضواري والوحوش التي تقطع جسمه. فكذلك المشرك إذا خرج من دين التوحيد فإنه يبتلى بالمذاهب الباطلة المنحرفة، ولا يستقر له قرار. فكانوا متفرقين في عبادات، منهم من يعبد الصالحين والأولياء بحجة أنهم صالحون وأولياء لله عز وجل، فهو يتخذهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاته من الله، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك لقضاء حوائجهم، فشبهوا الخالق بالمخلوقين، اتخذوا الوسائط والشفعاء. وهذا كثير في القرآن، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر آيتين يدلان على ذلك. الأولى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بذلك أنها لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق، وإنما اتخذوها شفعاء فقط. ويقولون هؤلاء
شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشفعاء إنما يتخذون عند من لا يعرف أحوال الناس، فالشفعاء يعلمونه ويخبرونه بأحوال المحتاجين ويشرحون له الأوضاع. هذه مهمة الشفعاء. الله جل وعلا ليس كذلك، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم أحوال عباده، فلا يحتاج إلى شفيع. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ثم نزه نفسه عن ذلك وسماه شرك سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا مع أنهم يسمونه شفاعة. لكن الأسماء لا تغير الحقائق. أنت لو سميت السم عسلا ما صار السم عسلا، يبقى سم. كذلك الشرك إذا سمي بغير اسمه فإنه لا يتغير، هو شرك. والآية الثانية في سورة الزمر قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، أمره بإخلاص العبادة. إخلاصها من ماذا؟ من الشرك، لأنه لا يقبل إلا الخالق. مخلصا له الدين. ثم قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. الله لا يقبل إلا الدين الخالص الذي ليس فيه شرك. أما الدين الذي فيه شرك فإنه ليس لله ولا يقبله الله. ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا من دونه أولياء، شفعاء ووسائط من الصالحين. ثم يقولون في تبرير عملهم هذا واحتجاجهم له ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا معناه أنهم يعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الأمر شيء، وإنما واعترفوا أنهم عبدوهم. العجيب أن هذا اعتراف منهم أن هذا عبادة ما نعبدهم. اتخاذ الأولياء اعترفوا أنه عبادة لهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإلا نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الأمر شيء، الأمر كله لله، وإنما هؤلاء صالحون نحن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله يقربون إلى الله زلفا. فلاحظوا كيف أنهم اعترفوا أن هذا عبادة للأولياء، واعترفوا أن هؤلاء الأولياء ليس لهم من الأمر شيء إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، سمى هذا اختلافا وتفرقا عما شرعه الله سبحانه وتعالى بما هم فيه يختلفون. ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهدي يعني لا يوفق، لا يوفق للحق وقبول الحق. أما الهداية بمعنى البيان والدلالة والإرشاد فإن الله يهدي كل الناس بمعنى أنه يدلهم ويرشدهم ويوضح لهم، المؤمن والكافر كل الناس يهديهم الله هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فإنه يختص بها أهل الإيمان الذين يقبلون الحق، الذين يقبلون الحق يهديهم الله ويوفقهم. أما الذين لا يقبلون الحق فإن الله لا يهديهم بل يتركهم وضلالهم في غيهم يعمهون عقوبة لهم. ثم سماهم كاذبين. من هو كاذب؟ سمى عملهم هذا كذبا، والكذب خلاف الصدق فهو عمل كذب. وإن سموهم عملا صالحا. لا يهدي من هو كاذب كفار، كثير الكفر، وصفهم بالكفر فدل على أن من فعل ذلك فإنه كافر. وإن كان يزعم أنه
إنما عمل هذا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واتخذ هؤلاء وسيلة بينه وبين الله. الوسيلة ليست باتخاذ الشفعاء، وإنما الوسيلة المذكورة بقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الطاعة، المراد بها الطاعة. الطاعة تسمى وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ الأولياء والشفعاء هذا ليس وسيلة، إنما هو بعد عن الله سبحانه وتعالى. فدلت هاتان الآيتان على أن اتخاذ الأولياء والصالحين شفعاء عند الله ووسائط ووسائل بين العبد وبين ربه أنه دين الجاهلية المشركين، فمن فعله من هذه الأمة فإنه يكون على دين الجاهلية. فالآن الذين يتخذون الموتى والأولياء والصالحين وسائط بينهم وبين الله، عبد القادر الجيلاني والبدوي والحسين والرفاعي إلى آخر، التيجاني إلى آخر، هؤلاء الذين يزعمون لهم الولاية والصلاح، والله أعلم بحال بعضهم، وحتى لو ثبت أنه ولي وصالح بين ربه بقضاء حوائجه، وهم لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم، يا عبد القادر، يا فلان، أغثني، اعمل كذا وكذا، أنا في حسبك. هذا هو صميم العبادة، ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء. هذا دين الجاهلية، دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابه، لا فارق بينهم، إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام، والإسلام ليس مجرد دعوة، الإسلام حقيقة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا الإسلام. أما ادعاء الإسلام مع البقاء على دين الجاهلية هذا ليس إسلاما، هذا هو الشرك. وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء بهدف واحد، وهو اتخاذهم وسائط وشفعاء. ومن أجله شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه آية الأنفال، قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد بها الشرك. فالمشروع، فالمقصود من الجهاد هو إزالة الشرك، هو إزالة الشرك وإظهار التوحيد، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود ما يقوله بعض الكتاب الجهال الآن أنه الدفاع. الجهاد ليس للدفاع فقط، الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإزالة الشرك، وإنما يكون دفاعا إذا عجز المسلمون وضعف المسلمون، فإنه يكون دفاعا، وهذا جهاد ضعيف، هذا لا ينشر توحيدا ولا، وإنما هو دفاع عن النفس فقط. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنهم يجاهدون لأجل إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد ودحض الشرك، هذا هو. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بيّن الله الغرض من الجهاد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو التوحيد. فالغرض من الجهاد هو أن يكون الدين كله لله وأن لا تكون هناك فتنة. أليس القصد من الجهاد هو مجرد الدفاع فقط؟ وليس القصد من الجهاد هو توسيع الملك وأخذ الأموال والتسلط على الناس؟ ليس هذا هو المقصود بالجهاد، جهاد أعلى وأسمى من ذلك.
الغرض منه إعلاء كلمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد، لما سئل من هو المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الغرض، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المقصود بالجهاد. فالجهاد إنما شرع لأجل إزالة هذا الشرك الذي يقول المغرورون الآن إنه ليس بشرك، وإنما هو محبة للصالحين واعتراف بقدرهم وسؤال لله بجاههم وواسطتهم وشفاعتهم، هكذا يقولون. ومن أجل هذا الشرك تفرق الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، موحد ومشرك. فمن بقي على هذا الدين الجاهلي فهو مشرك وإن كان يعيش بين المسلمين، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكن بعمله واعتقاده وفعله هو يخالف لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، لكنها التزام واعتراف وعمل ومقتضى. هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة لا يزال الغلط والجدال فيها بين عباد القبور وبين أهل التوحيد. عباد القبور يقولون هذا هو الدين وهذا هو التوحيد، والموحدون يقولون هذا هو الشرك وهذا هو دين الجاهلية، والأدلة من القرآن والسنة معهم، وليس مع أولئك إلا شبهات وخرافات وحكايات يحشون بها الكتب ويسودون بها القرطاس ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الحق ولله الحمد يعلو ولا يعلى عليه. نعم. المسألة الثانية من مسائل أهل الجاهلية التفرق، تفرق في أمر الدنيا والتفرق في أمر الدين، والتفرق مذموم وعذاب وشر. تفرق في أمر الدنيا، كان أهل الجاهلية لا تجمعهم ولاية، لا يخضعون تحت سلطة واحدة، بل كانوا متفرقين إلى قبائل، كل قبيلة ينضم بعضها إلى بعض ويحصل بينها وبين القبيلة الأخرى ثارات ومقاتلات وغارات وحروب، يأكل قويهم ضعيفهم، كانوا على هذا في الجاهلية. إذا قرأت في التاريخ وأخبار أهل الجاهلية رأيت العجب العجاب، إذا قرأت أشعارهم سجلوا هذا في أشعارهم، في التفاخر وذكر حروبهم وانتصارات بعضهم على بعض وذكر الثارات التي تحصل بينهم. اقرأ تاريخهم واقرأ أشعارهم تجد هذا التفرق، كل قبيلة منحازة تتعصب لقبيلتها، لا تجمعهم رابطة، وكانوا من بين أهل الأرض متفرقين. وكانت دولة فارس والروم تتحكمان فيهم، فريق يتبع لدولة فارس للفرس
وفريق منهم يتبع دولة الروم، وفريق منهم لا ينتمي إلى الدولتين، وإنما يقوم على القبلية والعصبية، ويعيشون عيشة النهب والسلب. وكانت الحروب الطاحنة تقوم بينهم وتطول. وحسبكم أيام العرب، يعني أيام الحروب الطويلة مثل حرب داحس والغبرة، حرب البسوس، ويوم بعاث بين أهل المدينة بين الأوس والخزرج، زادت على 100 سنة حروب طاحنة. هذا تاريخ العرب قبل الإسلام، تفرق، لا يخضعون لسلطة ولا ينقادون لحاكم، وإنما يقومون على العصبية والقبلية والنخوة الجاهلية. يقول شاعره وشاعر منهم: وما أنا إلا من غزية، غزية قبيل، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ولنا معها على كل حال، يعني سواء على الغواية ولا على الرشد، هذه العصبية. هذا هو كلام الجميع، هذا يعبر عن الجميع، عصبية القبلية، تفاخر بالآباء والثارات والغارات. هذا من جهة الدنيا. من جهة الدين كانوا متفرقين في عباداتهم كما مر في المسألة الأولى، كل له صنم يعبده، وكل له رب يعبده ويتعلق به، كانت الأصنام منتشرة بينهم. هذا في العرب. أما في بقية العالم وفي أهل الكتاب والمجوس فالأمر أشد أيضا، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين كما مر في المسألة الأولى، ومنهم حتى أن منهم من يعبد الشيطان، منهم من يعبد الماء. وراجعوا كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم من مصائد الشيطان في الجزء الثاني، تجدون العجب العجاب من ديانات أهل الجاهلية عربا وكتابيين، والتفرق الذي حصل في دينهم. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا الناس إلى الاجتماع على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وأن يكونوا تحت ولاية الإسلام وراية الإسلام، أمة واحدة متحابين. فاستجاب له من أراد الله له السعادة، وصاروا هم الدولة التي منحها الله النصر والتأييد، وانتشر سلطانها في الأرض المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، اجتمعت الكلمة وتوحدت الراية، وقام علم الجهاد في سبيل الله، وزال الجور والظلم والعدوان، شرعت الحدود والقصاص حماية للدين وللعرض وللنفس وللمال، حتى تمت النعمة على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرهم الله بهذه النعمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى نعمته على المسلمين، حيث جمعهم بعد فرقة وأغناهم بعد عيلة وكثرهم بعد قلة. واذكروا إذ كنتم مستضعفين في الأرض، نعم، واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا هو دين الإسلام. ونهى المسلمين عن أفعال الجاهلية والتفرق والثارات والغارات وغير ذلك من أمور الجاهلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين واحد، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك أديان متفرقة. لجميع أهل الأرض يجب أن يكونوا على دين واحد، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى معه أديان أخرى، فإن هذا فعل أهل الجاهلية، هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة أهل الجاهلية، تفرق في الدين ويفتخرون بهذا التفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، كل يرى أنه هو الذي على الحق وأن غيره على الباطل. وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، إذا كان الإنسان مقتنعاً مما هو عليه ولا يرى أنه مخطئ فهذا من تمام الامتحان. أما الذي يخاف من الخطأ ويخاف أنه مخطئ ويتحرى الصواب فهذا يهديه الله للحق. لكن المشكل الذي يزكي نفسه ويزكي مذهبه وينتصر لقوله ولا يرى أن قوله يحتمل الخطأ، بل هو عنده هو اليقين وغيره على الضلال، حينئذ تتم الخسارة والعياذ بالله. أما إذا كان المخالف لا يزكي نفسه ولا يتعصب لقوله، وإنما يتحرى الحق، وإنما وجده أخذ به وترك قوله، فهذا على سبيل النجاة. ولا الاختلاف حاصل، طبيعة البشر. ولكن الإنسان إذا كان يتحرى الحق وإذا وجد الحق قبله فهذا من أهل السعادة. لكن إذا كان لا، ما يتحرى الحق، فليتعصب لقوله أو لقول متبوعه ويرى أنه هو الصواب وأن متبوعه معصوم، لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو عرضة للخطأ والصواب حتى ولو كان من أتقى الناس ومن أكثر الناس علما فإنه عرضة للخطأ والصواب. الإنسان يتهم رأيه ويتهم قوله ويتهم فهمه ويتحرى الحق، هذا الواجب على المسلم. أهل الجاهلية لا، ما يرون إن قولهم باطل ولا يرون، بل يرون إن الناس كلهم مخطئون إلا هم. هذه صفة أهل الجاهلية، وعليها أناس من هذه الأمة الآن في تحزبهم وتفرقهم وانقسامهم وتضليل بعضهم لبعض، أو يصل الحد إلى تكفير بعضهم لبعض، فهذا هو دين الجاهلية. ولا يبقى على هذا إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فصار المتفرقون والمختلفون كلهم في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالفرقة في الدين هذا من مسائل الجاهلية، هذا من مسائل الجاهلية، لأن الدين ليس فيه اختلاف وليس فيه تفرق، ومن ضل فهمه أو أخطأ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الحق ثم تتم الوحدة والاجتماع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، هو الاجتماع على كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ورجوع المخطئ إلى الصواب، هذا دين الأنبياء، هذا هو الذي شرعه الله لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. أن أقيموا الدين، إقامة الدين بماذا تكون؟ بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه إقامة الدين. ثم قال: ولا تتفرقوا فيه، لأنه لا يجتمع التفرق وإقامة الدين أبدا، ضدان لا يجتمعان. لما أمر الله بإقامة الدين نهى عن ضدها وهي التفرق والاختلاف في الدين. وحتى في مسائل الفقه والاستنباط يجب على المخطئ الرجوع إلى الصواب، فكيف بمسائل العقيدة التي لا يجوز فيها الاختلاف ولا يجوز فيها الاجتهاد لأنها توقيفية، فلا يجوز للمسلمين أن يتعصبوا لأقوالهم وآرائهم، بل يجب أن يرجعوا إلى قول واحد هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة. هذا هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه. ولما أمر بذلك نهى عن ضده، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا نهي عن التشبه بأهل الجاهلية في التفرق والاختلاف والبقاء على الآراء والمذاهب دون تمحيص ودون نظر. قد يقول قائل: المذاهب الأربعة الآن أليس هذا من التفرق؟ نقول: لا يا أخي، المذاهب الأربعة أهلها ولله الحمد يعترفون بالحق، إذا لاح لهم الدليل رجعوا إليه. فهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الفقهاء الأربعة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فهو يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وقول كل أحد، وقول الصحابي يقدمه أبو حنيفة رحمه الله. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: لا تأخذ برأيي ولا برأي فلان، ولكن خذ من حيث أخذوا. فالمذاهب الأربعة ولله الحمد ليس فيها تعصب، إن كان من تعصب فهو عند بعض المنتسبين إليها من المتأخرين، أما أصحابها ومؤسسوها وأئمتها فإنهم يقبلون الحق ويرجعون إلى الدليل. فبذلك اختلاف المذاهب الأربعة ليس هو من الاختلاف المذموم، لأنه اختلاف عن اجتهاد واستنباط، والاجتهاد والاستنباط سائغ في الأمور التي ليس فيها نص. الأمور التي فيها نص لا يجوز فيها الاجتهاد، لكن الأمور التي ليس فيها نص وإنما هي
محتملة هذه فيها الاجتهاد، ولكن اجتهاد محكوم بالدليل مهما اتضح. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. هذه مذاهبهم رحمه الله، وهذه أقوالهم. وما كان بينهم من خلاف فقهي فإنه يرجع فيه إلى الدليل، ومن شهد له الدليل أخذ به، سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، مرجع للدليل. هذا ما يقال عن المذاهب الأربعة، وأنها ولله الحمد لا تدخل تحت التفرق المذموم، وإنما هي اجتهادات فقهية تحتمل الخطأ والصواب، فما كان فيها من خطأ نتركه، وما كان فيها من صواب نأخذ به، وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ولا ينقادون له، ويرون أن في الانقياد لولي الأمر ذلة ومهان، ولذلك لم تقم لهم دولة في الجاهلية، وإنما كانوا كما ذكرت لكم متفرقين معتمدين على القبلية والعصبية والحمية الجاهلية، لا يخضعون للسلطان، ويرون أن الخضوع له ذلة ومهانة، وهم عرب لهم أنفة لهم عصبية فلا يخضعون لسلطان. هذه من صفات الجاهلية. ومن سار على هذا في وقتنا فإنه يكون على دين الجاهلية، الذين يرون الخروج على ولاة الأمور، ويرون شق عصا الطاعة، ويرون عدم الانقياد لولي الأمر، هؤلاء على دين الجاهلية. أما دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، حتى ولو لم يكن مرضيا من كل وجه، حتى لو كان عنده فسق وفجور ما لم يصل إلى الكفر والخروج من الإسلام. وذلك لأن في اجتماع الكلمة على ولي الأمر مصالح عظيمة، وفي الخروج عليه بحجة ما عنده من الفسق أو ما عنده من الظلم أو ما عنده من الجور، الخروج عليه فيه مفسدة أعظم من البقاء على جوره وعلى ظلمه. وأما فسقه فهو عليه، لكن ما فيه من المصالح الكثيرة من جمع الكلمة وهيبة المسلمين وقيام دولتهم وإقامة الحدود وردع الظالم وأخذ الحقوق للمظلومين وتحكيم الشريعة، هذه أمور عظيمة تفوت مع العصيان ومع شق عصا الطاعة. والإسلام جاء بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ويقول شيخ الإسلام: ما من أناس خرجوا على ولي أمرهم إلا كان أمرهم بعد الخروج شرا من أمرهم قبل الخروج. هذا شيء معروف استقراء التاريخ. والذين يخرجون على ولي الأمر هم أحد فرقتين: إما فرقة العلمانية والشيوعية التي لا ترى إقامة السلطة، ويرون أن الحكم للمجتمع وأن المجتمع يحكم نفسه بنفسه ليس بحاجة إلى رئيس، وهذا ما يسمونه بالديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه،
دون أن يكون له ولي أمر ورئيس يقوم بالسلطة على الجميع. والفريق الثاني فريق المعتزلة والخوارج الذين يرون أن الخروج على ولي الأمر إذا كان غير مستقيم لكن لم يصل إلى حد الكفر يرون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون هذا الوالي عندهم منكرات وعندهم مخالفات فنحن نريد أن نزيله تغييرا لهذا المنكر. فنقول لهم المنكر الذي ارتكبتموه في فعلكم أشد من المنكر الذي كان عليه ولي الأمر، لأنكم بفعلكم هذا تشقون عصا الطاعة وتفرقون الجماعة وتسلطون العدو وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب هذا التغيير الذي رأيتم أنه من تغيير المنكر. فأنتم غيرتم المنكر إلى منكر أشد منه وأقبح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصدر منهم كفر بواح، وما لم يأمروا بمعصية الله. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فإذا أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية لكن يطاع في غيرها. فهم معناه أنه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته، بل معناه أنه لا يطاع في المعصية لكن ولايته باقية وطاعته باقية، لكن نتجنب المعصية فلا نطيعه فيها. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس معناه خلع ولي الأمر إذا أمر بمعصية أو عدم الاعتراف به وليا للأمر. هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، لكن معناها أننا لا نطيعه في هذه المعصية لكن طاعته باقية في غيرها وولايته باقية، وذلك لما في ذلك من المصالح العظيمة. والأحاديث في هذا كثير، جمعها أهل العلم في كتب العقائد وصنفوها وبيّنوا مدلولها. وخلاصة ذلك أن ولي الأمر ما دام أنه مسلم ولم يخرج إلى الكفر الأكبر فإنه تجب طاعته والصبر على ما يصدر منه. وإن رأيتم أثره، يعني استبداد بشيء من المال عليكم، فاصبروا، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، اصبروا، فإن الصبر في الصبر على ذلك مصلحة ودرء لمفاسد عظيمة وأخطار كبيرة. فالذين يرون الخروج على ولي الأمر هم بين فريقين، أما شيوعيون يطالبون بالديمقراطية كما يقولون، وإما أنهم خوارج ومعتزلة يريدون بزعمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن فعلهم هذا هو المنكر لأنهم جروا الناس إلى شر أكبر. ماذا حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه؟ ماذا حصل على المسلمين من الفتن والشرور والمحن التي لا تزال الأمة تعاني منها؟ كل ذلك بسبب مقتل الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأشياء زعموا وهم كاذبون، زعموا أنها أخطأ من عثمان رضي الله عنه. وماذا حصل في تاريخ المسلمين من سفك الدماء وتعطيل الحدود وتسلط الأعداء عند حصول الفتن بينهم والشقاق بينهم والافتراق بينهم؟ ماذا حصل؟ وإذا أطاعوا سمعوا وأطاعوا ماذا يحصل من الخيرات ومن التآلف؟ ماذا حصل في الفترة بين مقتل عثمان إلى تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية؟ ماذا حصل من الفتن والشرور؟ وماذا حصل بعد تنازل الحسن لمعاوية من الخير والاجتماع وقوة الإسلام والفتوحات؟ ماذا حصل من الخير؟ ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن لأنه سيد، قال إن ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين طائفتين وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بتنازله لمعاوية واجتماع المسلمين على ولي واحد وعودة هيبة الإسلام وتوقف الحروب
والفتن بينهم. فإذا القيام على ولي الأمر ومخالفة ولي الأمر من المسلمين هذا من دين الجاهلية كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة العظيمة. نعم، اقرأ اقرأ المسألة. عندهم عند أهل الجاهلية يعتبرونه فضيلة. نعم، المعتزلة والخوارج يعتبرون هذا فضيلة وأنه من الدين، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمونه كذا. نعم، وأن السمع والطاعة لولاة الأمور ذلة ومهانة، لا تتفق مع نخوة العرب ومكانة العرب في زعمهم. نعم، أمر بالصبر على جور الولاة إذا جاروا على الرعية. هذا ما في شك أنه ظلم، ولا ما في شك أنه مفسدة، ولكن يصبر عليه، يصبر عليه لما في الخروج عليهم من المفسدة الأكبر. نعم، والنصيحة، نصيحة لهم بأن يبين لهم خطأهم ويبين لهم ما عندهم من النقص سرا بين الناصح وبينهم، لا عن طريق الإعلان في المنابر أو في مجتمعات الناس، لأن هذا يجر إلى شر أكبر، يسبب الفتنة والبغض بين الولي والرعية، ويجر إلى الخروج، هذا يجر إلى الخروج وشق عصا الطاعة. فالكلام في ولاة الأمور في المجامع وعلى المنابر وفي الأشرطة هذا سبيل إلى الخروج وإلى انتشار مذهب الخوارج، لكن النصيحة لولاة الأمور ما هي بكذا، نصيحة لولاة الأمور بالاتصال بهم إما مباشرة وإما عن طريق واسطة أو مكاتبة، يوضح لهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا تبرأ ذمة الناصح. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لولاة الأمور ليست من الأمور المذمومة أو من الخروج، وإنما هي من مصلحة الراعي نفسه ومصلحة المسلمين إذا أمكنت، أما من لم يتمكن فإنه معذور، لكن لا يطلد لسانه في المجامع وفي منابر الجمعة وفي غيرها ويتكلم، لأن هذا يحدث فتنة وشرا أشد مما زعم أنه منكر وأنه لا يجوز السكوت عليه. نعم، اهتم صلى الله عليه وسلم في هذا، ولهذا كثرت الأحاديث في موضوع الولاة والصبر على طاعتهم والصبر على ما يحصل منهم من الأذى على الناس ومن التقصير ما لم يخرجوا عن دين الإسلام. السلف وفيهم الصحابة سمعوا وأطاعوا للحجاج ولابن زياد ولابن أبي هبيرة وغيرهم من الأمراء الذين عندهم جور وظلم، وصلوا خلفهم وكانوا يزورونهم وينصحونهم، كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين، لأن لا تنفتح ثغرة على المسلمين لا يستطيعون سدها، كما حصل في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، مظلوما قتلوه مظلوما، لكن لبسوا أشياء أوهمت العوام والأغرار أنها مطاعن على عثمان رضي الله عنه، وحتى لو كانت مطاعن لم تكن مبررا للخروج عليه وقتله رضي الله عنه. نعم، هذه الثلاث وهي إصلاح العقيدة والاجتماع وعدم التفرق ومناصحة ولي الأمر، جمع بينها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد
في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه إصلاح العقيدة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله وهو القرآن والسنة ولا تفرقوا عنهما، فإن الله يرضى بالاعتصام بكتابه والاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف. والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوه بالقول وبالعمل، بالقول أن تدعو له مع دعائكم لأنفسكم، دعاء لولاة الأمور هذا من النصيحة لهم، دعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومعرفة الحق والعمل به، هذا من مصلحة الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول الإمام أحمد أو الفضيل بن عياض أو غيرهما من السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لما يجعل الله في صلاح السلطان من منافع منفعة المسلمين. وأنت ماذا يضرك إذا قلت اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده، هل يضرك هذا شيء؟ هذا منفعة وخير. حتى الكافر تقول اللهم اهده، اللهم اهده للإسلام، هل يضرك إذا اهتدى الكافر وأسلم؟ ادعى بالصلاح والهداية والتوفيق والإعانة، هذا في مصلحة للمسلمين، هذا من النصيحة لولي الأمر. أما الذي لا يدعو لولي الأمر، السلف كانوا يتهمونه بأنه عنده ضلال، عنده انحراف، عنده نزعة خروج على ولي الأمر، كانوا يتهمون. يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، أنه خطأ ليتراجع عنه، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إذا أمكن ذلك. ومن النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يكله إلى أحد من الموظفين، أن يقوم به على خير وجه، وأن لا يخون فيه ولا يغش ولا يرتشي ولا يضيع العمل أو يضيع الدوام في أشغاله الخاصة ويخلي الوظيفة ويخلي أمور المسلمين، هذا من الخيانة لولي الأمر. أما القيام بالعمل على الوجه المطلوب فهذا من النصيحة لولي الأمر، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن الغش لولي الأمر اغتيابه والكلام فيه في المجالس أو في الأشرطة أو في على المنابر، هذا ما هو من النصيحة، هذا من الغش، ومن تحريض الناس على الفتنة وشق العصا وحدوث الشقاق بين المسلمين، هذا ليس من النصيحة لولي الأمر. نعم. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذه الثلاث الذي يكرهها الله سبحانه وتعالى. قيل وقال، الإنسان شغله كله ده قيل وقال، الكلام والحسي الفارغ، وإضاعة المال بالإسراف والتبذير والإهمال، والثالثة كثرة السؤال، سؤال الناس المال من غير حاجة أو سؤال العلماء من غير حاجة أيضا من باب التنطع أو من باب إظهار الإنسان شخصيته أو ما أشبه. السؤال اللي ما له حاجة هذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون السؤال في أمر الدنيا وفي أمر الدين على حسب الحاجة. نعم. يقول الشيخ: لم يحصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث، إما إخلال بالعقيدة، وإما إخلال بجمع الكلمة، وإما إخلال في نصيحة ولي الأمر، حينئذ يحصل الفساد في الدين والدنيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: بلغ أهل العلم أن الجنان يعيش طالب عقل الناس،
وبيان العقيده وذلك بشؤون ناجح جهاد قلوب الصلاحين الذين يمنعون ذلك البيان فاذا بدا هذا المانع وامنها من دون جهاد ان يبين للناس تقييد الحق فالجهاد غير مشروع فاعلم بين المقلدين والمقلدين. هذا كلام باطل، ليس هذا هو الجهاد. البيان ليس هو بالخروج على ولي الأمر وإسقاط ولاية المسلمين، هذا ضد الجهاد. الواجب جمع الكلمة، توحيد القيادة والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم منازعته، هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال الجهاد هو إزالة الولاة الظلمة من أجل أن يفسح المجال لدعوة الناس، هذا كلام باطل. الولاة الظلمة لا تجوز إزالتهم، لهم حق البيعة ولهم حق السمع والطاعة وإن كانوا ظلمة، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكونوا معصومين، ولو لم يكونوا سالمين من الأخطاء 100%، فما داموا لم يشركوا بالله الشرك الأكبر ولم يكفروا بالله الكفر البواح فإن طاعتهم باقية ولا يجوز الخروج عليهم أو التهوين من شأنهم أو نشر مخازيهم أمام الناس. كل هذا مما يسبب الفتنة ويثير الشقاق ويفرق بين المسلمين. نعم. سماع كلامه، كيف سماع كلامه؟ إن كان يدعوكم إلى الكفر فلا تسمعوا، ما يجوز سماع الدعوة إلى الكفر والشرك والإلحاد. أما إذا كان يدعوكم لأمر مباح، شيء مباح فيه مصلحة للمسلمين فلا مانع، لكن لا يجوز بقاء الوالي الكافر إذا كان المسلمون يقدرون على استبداله بغيره. أما إذا كانوا لا يقدرون فإنهم يصبرون إلى أن تتاح لهم الفرصة ولو بعد حين. نعم. أنت لا تأخذ، وإذا أخذه عليه مسؤولية، أما أنت لا تأخذ شيئا ليس لك فيه حق. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على شخص أو على أشخاص، فإذا منع شخص فهناك بدله من الناس، يمتنع هذا الشخص، يمتنع ويكون معذورا ويكون لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا منع صار غير مستطيع. لكن ليس معناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعطل، هناك ولله الحمد من المسلمين من يقوم به، ليس موقوفا على شخص أو على جماعة. نعم. نعم، من شعار أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر، ومن شعار الخوارج عدم الدعاء لولي الأمر أو الدعاء عليه، هذا من شعار الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال. نعم. إزالة القبور والبناء عليها، إزالة المباني التي على القبور، هذه لا يقوى عليها إلا ولاة الأمور الذين لهم سلطة،
أما أفراد الناس إذا أجالوها حصل فتنة، حصل شر، ربما تسفك الدماء، وربما يزيد الشر أن أصحاب القبور هؤلاء يزيد شرهم ويبنون عليها أكثر مما كان في الأول. فإزالة هذه الأشياء هذه من صلاحيات ولاة الأمور، إذا أمكن وجد ولاة أمور يزيلونها، أما إذا لم يوجد فإن عليك البيان فقط. أما الإزالة باليد هذه ترتب عليها فتنة وشر وضرر عظيم ولا يحصل بها المقصود. إذا أجلتها اليوم بنوها من الغد بأحسن وأقوى مما كان، وأهل الشر معهم يمولونهم ويساعدونهم، لكن لما يكون هذا على يد ولي الأمر فإنهم يقفون عند حده، ولا أحد يستطيع أن يعيدها أو أن يبنيها مرة ثانية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية أمره كان يرى الناس يطوفون بقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة، وكان يبين لهم ويقول هذا شرك وهذا لا يجوز، لكن لم تمتد يده على هدم القبر، حتى قيض الله له ولي الأمر وبايع الأمير محمد بن سعود، بايع الأمير أمير عيينة بن معمر، واستجاب له الأمير وساعده، حينئذ هدم القبر والناس ينظرون إليه ولم يستطيعوا أن يمنعوه ولم يستطيعوا أن يعيدوا بناءه، لأن ولي الأمر قام بهذا ولا أحد يستطيع خالف ولي الأمر. نعم. ومسألة كيفية إزالة القبر المشروع، يعني الإزالة المشروعة، هي بما تتحقق به المصلحة وتندفع به المصلحة. فإن كان المصلحة في هدم البناء وبقاء القبر في مكانه فلا بأس، أما إن كان المصلحة في نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة فلا بأس بذلك، هذا يتبع المصلحة وتحقق المطلوب. نعم. وإن كان المصلحة في إزالتهما جميعا، إزالة القبر وإزالة البناء، فكذلك. نعم. إن كان الذي أمر به ولي الأمر معصية لا يجوز طاعته في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال لك لا تصلي لا تطيعه في ذلك، لو قال لك احلق لحيك ما تطيعه في هذا، أن هذه معصية. وأما إذا كان أمره بأمر مباح لمصلحة المسلمين، مثل إحداث نظام للمرور أو غير ذلك من ما فيه مصلحة المسلمين وتنظيم أمورهم، وليس فيه نهي من الشارع، فإن طاعته فيه واجبة ولا تجوز مخالفته في ذلك. نعم. الأفضل أن لا تقرأ بمفردك، وإنما تدرس الكتاب على أحد العلماء يشرحه لك ويبين لك مقاصده وأهدافه. والحمد لله المقررات الدراسية الآن في المعاهد وفي الكليات وفي الثانويات كلها فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا وفي غيره، فإذا اقتصرت عليها ودرستها وفهمتها على أيدي المدرسين حصل المطلوب. أما الانفراد بقراءة كتاب من الكتب والإنسان لا يزال مبتدئا في طلب العلم وليس عنده بصيرة فهذا خطر شديد. نعم. لا سيما هذه المسألة، هذه المسألة حساسة. نعم. هذا ما هو بتكفير معين،
لكن ينظر في قوله كافرة، هل عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ ما هو كل من أشاء يكفر الناس أو تفر الدول أو الحكام، شاف دليله ما هو، هو صحيح أو ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر مدير إدارة أو الرئيس المباشر ولي أمر، وخاصة في الأمور الدنيوية مثل الدوام وغيره؟ نعم، مديرك ورئيسك ولي أمر، كلهم بحسب، حتى صاحب البيت ولي أمر على من في البيت من أولاده ونسائه، فولاية الأمر تتجزأ، ولذلك يسمون السلطان بالإمام الأعظم أو الإمام الإمام الأعظم، يعني هو أكبر ولاة الأمور، هو أكبر ولاة الأمور، ومن دونه ولاة من الأمراء ومن المدراء ومن المسؤولين، كلهم بحسب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهناك رعاية عامة وهي لولي الأمر السلطان، وهناك ولايات جزئية يجب فيها السمع والطاعة في غير المعصية، لأن بهذا تنتظم الأمور وتتم المصالح. ولو أن الناس تمردوا على رؤسائهم وعلى مدرائهم وعلى أمراء البلدان حصلت الفتنة والشر وانتهى الأمر إلى الخروج على ولي الأمر الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتهام شخص بعينه بأنه من الخوارج، وهل لذلك ضابط، وهل الاتهام بأن فلان من الخوارج اتهام له بالكفر؟ لابد من دليل. سوء الظن لا يجوز بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فمجرد الظن لا يجوز العمل به، والأصل في المسلم العدالة والخير، إلا إذا ظهر ظهورا واضحا أنه يعتنق مبدأ من المبادئ أو مذهب من المذاهب المنحرفة، فحينئذ يحكم عليه بما ظهر بموجب الدليل. نحن لا نحكم إلا بما يظهر لنا، أما الأمور الخفية والأمور التي هي مجرد ظنون هذه لا يجوز العمل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه هذه الجماعات مثل التبليغ والسلفية والإخوان وغيرهم؟ هل ننضم إلى أحدها أم ننكر عليهم، وما رأيكم فيها؟ أنت في عافية الحمد لله، كن مع أهل الحق ومع أهل السنة والجماعة، وأما هذه الجماعات فأنت في عافية منها، لا تنضم إليها. وإن كان عندك قدرة على البيان للناس ونصيحة الناس أن يتبعوا مذهب أهل السنة والجماعة وأن يكونوا جماعة واحدة وأن يتركوا التفرق والاختلاف، فهذا واجب عليك. أما إذا كان ما عندك قدرة ولا تعرف هذا البيان فعليك بنفسك، إلزم أهل جماعة أهل الحق وأهل السنة والجماعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.